ميلاد ماجد، سيد جهاد، مثل ما بنعرف مشاهدينا بالميلاد، ترانيم الميلاد هي غذاء للروح، كيف إذا كانت بمناسبة وبتوقيت لاستقبال طفل المغارة يسوع المسيح. جوقة ماري الياس الغيور اليوم بأدائها وبأصواتها الملائكية اليوم رنمت ليوصل صوتها لكل العالم، معلنة أنه يسوع المسيح طفل السلام أتى. نرحب مرة ثانية بالسيد جهاد حداد، قائد جوقة فرقة مار الياس. ميلاد مجيد عليك وعلى عائلتك، ميلاد مجيد على جميعكم. ميلاد مجيد، أهلا وسهلا فيكم. بنتمنى لطاقم الإخبارية السورية أعياد ومواسم مباركة، ومن خلالكم نرفع الأدعية والمعايدة لكل أبناء شعبنا ولجيشنا البطل اللي مرابط على الخطوط الأمامية، ومنصلي لأرواح شهدائنا الأبرار. نعم. هاللي استشهدوا لحتى ننعم نحن بالأمان والسلم اللي نحن عايشينه هلا بهالزمن هذا. نعم. كل عام وانتم بخير، وأهلا وسهلا فيكم. أنت بألف خير. يعني يمكن لياس معنا الأصوات الجميلة، كانت بروفا، أكيد كانت بروفا. يمكن أسئلة كثيرة نحن بنتساءل هيك فيها، أنه قديش الجوقة بتاخد وقت للتدريب؟ هلا بالحقيقة نحن بشكل متواتر عندنا تدريب مرة واحدة بالأسبوع على مدار العام. بيصير في تكثيف من بالاجتماعات والتدريبات وقت المواسم الاحتفالية الكبيرة بالكنيسة، مواسم الأعياد، عيد الكنيسة، موسم الصيام الفصحي وعيد الفصح المجيد، وموسم الميلاد. على سبيل المثال هلا نحن بفرح الميلاد بتلتئم الجوقة باجتماعاتها يعني ثلاث مرات تقريبا بالاسبوع حتى نوصل لعيد الميلاد وهي على استعداد لتأدي تراتيل وترانيم الفرح لحتى يسود ابناء المؤمنين كلياتهم. نحن بالحقيقه بجوقتنا نشارك بالإضافة لتدريباتنا بعدة نشاطات، ريسيتالات أحيانا نشارك، وشاركنا كمان بمهرجان قيصارة الروح اللي صار بالعام 1999، أخذنا عليه تكريم بنتيجة مشاركتنا بالمهرجان على صعيد اللحن والكلمة. كان في لنا أداء بالحقيقة كتير مشرف، وبالتالي نستذكره هلأ نحن وأعضاء جوقتنا، وكنا كتير فرحين بهذا التكريم. أكيد رح نحكي أكثر عن تاريخ الجوقة، ونحكي أكثر يمكن مع الشباب والصبايا والأطفال يلي جوقة هي فيها كل الأعمار، من الصغير للكبير، من الابن للأب أيضا. رح نحكي أكثر، ولكن بالبداية خلينا نسمع شي ترتيلة للميلاد. يلا تفضلوا. أشرق نور المعرفة في العالم لأن
جهاد، نحن رح نتعرف شوي على اعضاء جوقه مار الياس الغيور. رح نبدا مع البير. البير وين؟ البير بضل بحوس، مشان هيك لفت لنا نظري. مرحبا. منيح. ميري كريسماس. كل عام وانت بخير. شو طلبت من بابا نويل السنه؟ سيارة اسعاف. سيارة اسعاف ليه؟ مشان تسعف العالم المصابين؟ برافو عليك. الا انت شو بتصلي كل يوم؟ شو بتصلي؟ قلي صلي لي. شو بتطلب؟ شو بتطلب كل يوم قبل ما ننام؟ كيف تعمل ايديك اول؟ برافو. شو بتقول؟ يا يسوع اشفي العالم وروح الكورونا يشفيني. امين يا رب. يا حبيبي كمان رح ناخذ والدتك. مرحبا. يا هلا. اهلا. يعطيك العافيه. خبرينا انت قد ايه صار لك بالجوقه؟ اوه كثير. يعني؟ يعني فيك تقولي شيء 20 25 سنة تقريبا. وحتى ابنك وزوجك فادي صح؟ فادي كمان هلا بنشوفه. انا كنت قبل جوزي. اوكي. انتوا تعرفتوا على بعض بالجوقة؟ بعدين هو التحق معنا وتعرفت عليه هون وصاروا النصيب. ان شاء الله الف مبروك. فادي احكي لنا، تقرب شوي. لا انا بجي لعندك. فادي احكي لنا كيف يعني قديش مهم اليوم نحن نشارك بالصلوات، نشارك بالقداديس، نشارك بالمناسبات، ولكن كعائله. اكيد. اول شيء كل عام وانتم بخير، وطننا وشعبنا وقائدنا بالف خير. هي كثير ضروريه المشاركه يعني بالقداديس، وانه نشارك بالاعياد، وهي لانه بيعطينا الفرح والسلام بقلوبنا لحتى نحن نقدر كمان ننشر السلام والفرح لغيرنا، للاشخاص الاخرين يلي هن تعبانين او مثلا ما عندهم امكانيه او فقر او اي شيء. ونحن حاولنا نجسد هالشيء من خلال اول شيء علاقتنا الزوجيه الناجحة بإذن الله، ومن خلال أولادنا اللي نحن ربيناهم على نفس المبدأ اللي نحن مشينا فيه، جيتنا على الكنيسة، متابعتنا للأداديس للتراتيل، لحتى هن يشوفوا كمان ويلتمسوا كلمة الله والفرح اللي نحن التمسناه من خلال التراتيل والجي على الكنيسة. والحمد لله يعني الأولاد كلهم التزموا مثلنا بالكنيسة ومتابعين، يعني بيتابعوا المسيرة اللي نحن مشينا عليها، وإن شاء الله يكون موفقين بحياتنا. موفقين يا رب. بليلة الميلاد أو بيوم الميلاد شو بتتمنى من طفل المغارة؟ أنا بتمنى يصير العالم كله خير وسلام ويروح الكورونا من هالبلد. أمين. وأنت شو بتتمني بالميلاد؟ يعم السلام والأمان ويروح الوباء. أمين يا رب. يعني أستاذ جهادنا نرجع لعندك، نحن مو بس عم نقدم اليوم تراتيل أو أنشودات بسيطة هي بتخص الميلاد، ولكن في تراتيل بيزنطية أيضا. خلينا نحكي عن تكنيك الموسيقى، عن اختيارنا للتون، عن يمكن معرفتنا أكثر مين بيلبق له هيك، كيف حالات الوقوف واختيارنا للتراتيل لأداء ضمن احتفالاتنا. هلا نحن من خلال تدريباتنا اللي بتصير بالجوقه واعطائنا الدروس للموسيقى البيزنطيه فينا دائما نكتشف الاصوات اللي هي بتكون نمبر 1 او الاصوات اللي بتكون بالمرتبه الثانيه او الثالثه وهلوم جرى. في عندنا اشخاص مميزين بحضورهم، بادائهم، بموهبتهم، بالتزامهم، هدول بيكون لهم الصداره بالوجود، وهن اللي بيكونوا ركن من اركان الجوقه الاساسيين. تمام. هلا بدنا نحكي على نحن بنعمل اول شيء تريننج او تيست قبل ما ينضم حدا الى الجوقه. ايه طبعا. شيء بخص ايه طبعا الموسيقى. قبل ما يجي اي شخص بده يجي يلتحق بجوقتنا بنعمل شيء عن النوت الموسيقيه طبعا. وبنختبره وبعدين بنقول له وين مكانك. هلا اذا ما له مكان معنا بنعتذر منه، واذا له مكان معنا بننمي له وبنسقل هالموهبه، بنتعاون مع بعض لحتى يكون له وجود مميز معنا وممكن يكون داعم لنا. سمعنا شيء بيزنطي، خلينا نسمع شيء تراتيل ثانية هلا. هلا اذا بتحبي لسه بنسمع كمان شيء بيزنطي خلينا الميلاد. خلينا نسمع شيء ميلادي وبنرجع على البيزنطي. اوكي ولا نعمل أوكي. نشيد نعمل يلا. نشيد فرح مشان الاولاد. يلا اوكي يلا. يا مغارة رب اعمل لي زيارة، من شمسك نورني ومليني حرارة، قلبي مهيا مغارة رب اعمل لي زيارة، من شمسك نورني ومليني حرارة، ضلك طل علي ولا تكون
شكراً شكراً يعني شكراً. ليا رجعنا أنا وياكي كتير هيك لورا، كنا بفترة الأعياد نرنم، يمكن الترنيم اليوم بس نشارك بالترنيم منحس أنه عم نعيد معاني العيد اليوم بالترنيم. سيد جهاد احكي لنا، رغم ظروف الكورونا والقذائف يمكن تدريب الجوقة ظلت مستمرة، ما وقفنا نحن ولا منوقف، ولكن بهالفترة يعني نحن مر علينا كتير أزمات، ولكن نحن بهالفترة فترة الكورونا خفت شي تدريبات أو صار كل حدا تعطيه نقطة يتدرب ببيته، آخر شي من الجمعة هيك كلنا سوا شفنا أونلاين عالم عم بترنم، يمكن كان في تجربة ولكن نحن كمان نجحنا فيها. كيف كانت التدريب؟ هلأ خليني أخصم شقين. الشق الأول هو أثناء الأزمة العشر سنين اللي مرينا فيها، بالحقيقة نحن كنا يعني منطقتنا عانيت كتير من القذائف وكان في خوف من الحضور، رغم هالخوف كان عندنا تشبث بكنيستنا وببلدنا بأرضنا حتى نعيش الحياة كما هي. صحيح. يعني ما شيء منعنا عن الحضور. بالحقيقة بالأزمة اللي مرينا عليها بالحرب الكونية هي على بلدنا، نعم، كان هالشيء يزيدنا إصرار لحتى نتواجد بالصدق. يعني أنا كنت أتفاجأ من المجموعة أنه رغم القذائف اللي كانت تنزل كانوا يكونوا موجودين حضور 100%. بأحد المرات، مرة كنت عم بسردها أنا، بأحد المرات كنا بداخل الكنيسة نحن عم نتدرب وسقط قذيفة بالجوار هون ونزل شظايا، كانوا الأولاد يعني وكفيتوا ترنيم وكفينا تدريباتنا. هلا هذا يعني الله لا يرجع، يمكن امين امين هي الايام، وان شاء الله منيح انه هيك مضيت بخير وسلام. استاذ جهاد قبل ما نسمع ليله عيد خليني شوي اخذ معايدات. كل عام وانت بخير. انت بخير. ميلاد مجيد، شو بدك تقول بالميلاد؟ انه ان شاء الله انه يزعم السلام وتروح كورونا ونرجع على المدارس بشكل افضل، لانه بس كنا بالحجر الصحي كنا انه يعني عم نلعب بالتابات كثير، فمشان هيك صرنا شو اسمه يعني ذاكر شوي قلت، فيعني بتمنى انه ترجع ذاكر عشان نعمل ريفرش لمخنا كمان. ميري كريسماس، كل عام وانت بخير. قد ايه بتحب اليوم الجوقه والكورال وانك انت تجي وترتل بالكنيسه؟ بتحبها؟ شو بدك تتمنى للعالم بالعيد؟ يصير الخلاص وللعالم تروح هالكورونا تريحنا. عن جد تريحنا. كل عام وانت بخير، ينعاد عليك. بالخير وعلى البلد وعلى الدكتور بشار، وان شاء الله الامور بخير وبيرجع بالسلام وهالبلاء الكورونا بتروح عن البلد. يا رب. ميلاد مجيد، ينعاد عليكم كمان. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير وعلى بلدنا الغالي، وبنتمنى السلام والخير لبلدنا، وتحيه لجنودنا ولابطالنا وللشهداء جميعا. امين. كل عام وانت بخير. لا كل عام وانت بخير. انت بخير. ينعاد عليكم. ميلاد مجيد، ينعاد عليكم وعلى كل السوريين اكيد، وانتم يمكن من احلى الجوقات يلي شفناها، ويعني قد ايه حلوين انه الكبار والصغار عم يشاركوا بكل الاعياد. استاذ جهاد اكيد مشكور على الجهود يلي عم تقدموها انت والجوقه والكورال. بدنا نتمنى لكم ميلاد مجيد.